بالتأكيد أستاذ عدي، يعني سماحة السيد مقتدى الصدر اعتقادنا الشخصي لن يحيد عن مطالبه، يعني لن يحيد عن خططه الإصلاحية، يستحيل. يعني هذا يعني كان دليل قاطع عندما سحب ال 73 نائب من مجلس النواب، وهذا كان دليل قاطع على أنه هو الرجل رافض هذه الطبقة السياسية الحاكمة، رافض الفاسدين. الفساد يستشري في العراق، وجنابك والأخوة الضيوف بنية تحتية لم تجد، وهذا كله يمر عبر مسامع وأنظار سماحة السيد مقتدى الصدر يدفع الحنانة. نعم. فيعني السكوت المرجعية المتمثلة في سماحة السيد الصدر، يعني صعب اليوم، يعني صعب حتى اللقاء الأخير اللي دار بين سماحة السيد المرجع علي السيستاني وسماحة السيد الصدر، وضعت النواة إلى بدء عملية سياسية خالية من الفاسدين، وضع العراق على سكة مسار حقيقية حتى يستطيع المواطن العراقي يعيش حياة كريمة أسوة بالدول المحيطة بنا. فلهذا السبب نعم الصدر من الصعب جدا أن يعني يتحد أو يأتلف مرة أخرى مع الفاسدين في الأحزاب الحاكمة التي حكمت العراق منذ 2003. ممكن مرة أخرى للتيار الوطني الشيعي يحصد الكثير من الأصوات ثم يذهب إلى تشكيل حكومة في أريحية. يعني اليوم مثل ما أشار تقريركم، نعم التيار الوطني الشيعي عنده إصرار على أنه باختصار حتى من دون مثلا الكرد والسنة شركاء الأمس. يعني هناك علاقة جيدة بين سماحة السيد الصدر والزعيم البرزاني، هناك علاقة جيدة وهناك ثقة مطلقة بين الطرفين. ايضا المرجعيه توجد يعني عندها هذه الثقه في طيب. في السيد المسعود البرزاني، فممكن يعني ممكن انه يصير هذا الائتلاف، لكن هذا كله حتحدد الانتخابات وصناديق الاقتراع في السنه القادمه ان شاء الله.